طيب فقرتنا بقى دلوقتي هنتكلم عن اخر استعدادات الاهلي لمباراه سيمبا التنزاني، واكيد لازم نرحب بكابتن فتحي نصير نجم الاهلي السابق اللي منورنا في الفقره دي. صباح الفل. صباح الخير والعشره صباحا، وصباح كل حاجه حلوه للشعب المصري الجميل. نورنا يا كابتن فتحي. سعداء بوجود حضرتك معانا يا كابتن فتحي، وطبعا عندنا موضوع مهم نتكلم مع حضرتك فيه، مباراه الغد ان شاء الله اللي بطبيعه الحال اكيد هتكون مختلفه الى حد كبير عن مباراه الاهلي مع المريخ السوداني. احنا بنتكلم على فرقتين هما الاثنين حاطين نصب اعينهم فكره الفوز وصداره المجموعه، فحضرتك متخيل ماتش بكره هيكون عامل ازاي؟ هل نتيجة أمور معينة ممكن جدا يبقى فريق سيمبا مهتم إنه من أول لحظة يهاجم، ولا ممكن يبقى يعني قافل الخطوط أمام النادي الأهلي؟ رؤيتك كده الماتش بكرة باختصار هتكون عاملة إزاي؟ هو باختصار طبعا المباراة دي غير مباراة المريخ، لأن المريخ أول مباراة في المجموعة، الأهلي كان لسه راجع من كأس العالم، دوافع المريخ غير دوافع سيمبا، دوافع الأهلي غير برضو دوافع الأهلي في المباراة الأولى. المباراة دي الفرقتين كسبانين، فنمرة واحد في صراع قمة المجموعة طبعا، يبقى دافع عند الفرقتين الاثنين عاوزين قمة المجموعة، مع فارق الأهلي انه 3 أهداف وسيمبا هدف واحد. الحاجة الثانية ان المباراة دي بجمهور، المباراة الثانية بتاعت المريخ ما كانش فيه جمهور، 30,000 متفرج مفروض، اللي هو نص تعداد الاستاد، ساعة الاستاد 60,000، هم 30,000، طبعا 30,000 هيؤثروا أكيد، لكن النادي الأهلي هنقول طب ما لعبش قدام جمهور الجيل ده، لا الجيل ده ممكن يكون لعب في كأس العالم، يعني واحنا في الدوحه لعبنا قدام جمهور، بس كان كل جمهور نادي النادي الاهلي صحيح. يعني حسينا احنا في مصر، يعني جمهور النادي الاهلي هنا الجمهور بتاعهم، فدي طبعا دي دوافع ودروس كمان الفرقه هتستفيد بيها انها تاخد الخبرات الافريقيه الجماهيريه، هو جمهور وجو كمان، درجه الجو طبعا عاليه وحراره عاليه، معروف ان في تنزانيا دلوقتي درجه الحراره عاليه ورطوبه عاليه جدا، الرطوبه عاليه عاليه يعني صحيح، ممكن توصلها 70 وساعات توصل 80%، والحرارة برضو عالية. المباراة دي هتقام الساعة 3، احنا متعودين مبارياتنا اللي هي بتكون بعد الظهر، وبرضو ذكاء من إدارة الكورة والإدارة الفنية وموافقة مجلس الإدارة انه يسافروا بدري، لما سافروا يوم الجمعه الناس بتقول هنسافروا بدري ليه؟ عشان يتاقلموا كمان على الوقت، يعني لو هيلعبوا في نفس الوقت مفيش مشكله، لكن ده انت هتلعب الساعه 3، يعني المفروض تكون الساعه 3 انت قمه الفوقان والوعي للفرقه، احنا هنا الساعه 3 هي وقت الاسترخاء، لان انت بتتمرن الساعه 6 او بتلعب الساعه 8، ف3 دي وقت الاسترخاء للعيبه، فلازم تغير الساعه البيولوجيه للعيبه دي في الثلاث ايام اللي هم هيروحوها. طب كابتن فتحي، اصلا ليه الساعه يعني 3 بتوقيت طبعا تنزانيا 2؟ ليه الميعاد ده وتنزانيا معروف يعني درجه حراره مرتفعه جدا؟ هم عندهم السبب؟ لا هم عندهم لان بيفكروا ازاي يكسبوا، ازاي يلعبوا الفرق اللي قدامهم، يصعبوا الموقف اكتر. ايوه لازم يصعبوا، بالنسبه لهم صعبه لان هم متعودين على كده طبعا، هما يجوا لك يعملوا لك مباراه في توقيت غير اللي انت متعود عليه، برضو دي العلم والدراسه والحاجات دي اهلت الناس المدربين والاخصائيين والمتخصصين في انهم ازاي يتعاملوا بكل عناصر، يعني بيلعبوا بكل الكروت، يعني بكل الكروت بتاعتهم. بس هو بالمناسبه هما اللي لازم، يعني هما اللي من حقهم يلعبوا بالكروت، ولا في الاتحاد هو اللي يحدد المباريات ويحدد انهي ملعب والساعه كام؟ لا هما بيحدد، الاتحاد الافريقي بيحدد المباريات، بيجي لك انت الليسته بتقول المباراه، يقول لك ما عنديش اضاءه في الفترة دي، ما عنديش إضاءة، هتعمل إيه؟ وفي مساحة للنوع ده من الأمور؟ هيقول لك ما عنديش إضاءة، طالما على أرضه الأرض الإضاءة عندي غير سليمة، غير صحية، غير مضمونة، فمضطرين نلعب الماتش أو يقول لك أنا عندي حظر تجول عشان الكورونا، فما فيش بالليل حظر تجول، زي مثلا السنغال فيها دلوقتي حظر تجول بالليل. بس تنزانيا مش بيواجهوا قوي مشكله، ما عندهمش اصلا، بيقولوا ما فكروش انه عندهم يعني هم درجه حراره زي كده يعني لا ده خلاص يعني ما بتروحش ناحيتهم كمان الكورونا، يعني ما بتجيش المكان ده، فيروس يتشوي فطبعا هم بيختاروا التوقيتات اللي تناسبهم وتضعف الخصم،
وده برضو كل الحاجات دي احنا يعني احنا بنتمرن هناك الساعه 2 مش الساعه 3 يعني المباراه الساعه 3 فمباراه 2 يعني توقيتنا احنا الساعه 3 بتوقيتهم هناك برضو بيتمرنوا الساعه قبلها بساعه ليه؟ عشان درجه الحراره تكون عاليه اكتر والظروف تكون اصعب وتكون اللعيبه فايقه في هذا التوقيت مش واخده على الاسترخاء هنا زي مصر فالساعه البرجيه تتغير اللعيبه وقت الفطار هيتغير وقت الغداء هيتغير وقت العشاء هيتغير اذا كل الحاجات دي عايزه وقت يعني حضرتك لما تسافري او تروحي مكان لو تغيري ميعاد الاكل مش هتاكلي لو تغيري ميعاد الفطار ما تغيري ميعاد النوم ما بتناميش على طول فلازم كانوا يتعودوا عشان كده هم سافروا في التوقيت ده ومحضرين نفسنا ان شاء الله باذن الله الفرقه لهذه المباراه الحاسمه باذن الله حاسمه فاصله لقمه المجموعه ان شاء الله. طيب التشكيل طبعا لسه يعني ما نقدرش نتكلم عنه دلوقتي لم يحسم بعد اكيد من قبل موسيماني ولكن احنا لو هنقارن او نتوقع نقول مثلا هل ممكن يبدا بنفس تشكيل المريخ من وجهه نظر حضرتك هل هيدفع ببواليا من بدايه المباراه خصوصا ان هو في المباراه الاخيره مع المريخ السوداني يعني هو تالق او بدا يعني خلاص يعني مشوار التالق فمتوقعين منه برده ان شاء الله المباراه غدا ان هو يحرز اهداف وجهه نظر حضرتك ايه؟ وجهه نظري انه في حاجات ثوابت في الفرقه مش موضوع ان انا بلعب بره او جوه لكن التغيير هيكون واحد او اثنين عمره ما هيغير كتير لان الفرق بيننا دلوقتي ان الفرقه اصبح لها هيكل فيها شيب فيها تشكيل فيها ثبات يعني شناوي طبعا الشغل ده اللي احنا بنقوله اجتهادات وليس قرارات القرارات بتبقى قرار موسيماني صحيح لو شفنا حارس المرمى شناوي مفيش مشكله خط الظهر الثلاثه هم اللي هو هاني بنوب وياسر بدر بنوب البي بي بدر بنوب دلوقتي الشمال بقى هي اللي وحيد او اشرف يعني ناحيه الشمال هي دي اللي ممكن اللي هيفكر فيها على حسب يعني ايمن اشرف او وحيد لان وحيد ادى بكفاءه عاليه جدا يوم مباراه المريخ السوداني اللي انا بفكر مش اللي بفكر بحس بيه لهذه المباراه طالما في جماهير واول مره هنلعب قدام جمهور زي ده وبتلعب يبقى بتلعب ضد جمهور بتلعب ضد درجه حراره بتلعب ضد درجه رطوبه تلعب مع فرقه متحفزه هي الاول وهتنزل تهاجم أكيد. من الاول ممكن يلعب بثلاثه في النص ثلاثه يعني مثلا يلعب بحمدي ويلعب اكرم وديانج الثلاثه دولت ممكن عشان يوقف يعني تقدم المهاجمين لغايه ما يعرف شكل الفرقه قدامه ايه وفين هو رغم انه شافها شاف مبارياتها وشافها كده بس يوم المباراه بيبقى فيه الفرقه لها شكل تاني واول 10 دقايق بتبقى دايما فيها جس نبض متبادل فلازم يكون كل ده لان هو موسيماني من النوع اللي هو ما بيستعجلش يعني مش عايز يجيب الجول في اول دقيقه بالمناسبه كابتن فتحي احنا طبعا النادي الاهلي لاعب نفس الفريق في الموسم قبل الماضي وخسر بهدف وحيد الحكايه دي الى اي درجه ممكن تبقى يعني وحيد يعني هدف واحد بس مش وحيد لا لا وحيد هم ملوش اخوات هو لا اخ يتيم فالحقيقه دي ممكن تبقى عنصر سلبي ولا ايجابي في حاله النادي الاهلي بمعنى هل ممكن تبقى حافز بالنسبه له عشان ما يتكررش نفس السيناريو مره ثانيه ولا ممكن يكون ليه نتيجه او مضمون كل مباراه لها ظروفها فرقه النادي الاهلي دلوقتي غير فرقه النادي الاهلي من سنتين ثبات فرقه النادي الاهلي دلوقتي غير ثبات الفرقه من سنتين اللعيبه كمان اللي بتلعب دلوقتي مش موجوده من سنتين اذا كل مباراه لها ظروفها المباراه دي غير المباراه دي ولا تقاس هي اصبحت الثانيه في التاريخ لكن مش في الملعب يعني هذه المباراه اصبحت التاريخ كسب 1-0 لكن لن تؤثر على نتائج المباراه دي لان المباراه دي دوافعها مختلفه وعناصر اللعيبه اللي بتلعب المباراه والقياده الفنيه مختلفه وبعدين الطموحات والدوافع بتاعت النادي الاهلي
جاي كفرقه ثالث كاس عالم خلاص خد يعني الثقه مش الغرور عنده بقى عنده ثقه انه في اي وقت هيقدر يجيب جول. دليل ان يوم ماتش المريخ كل الناس وهو مش مستعجل عارف ان فرقته هتجيب وجبنا ثلاث اجوال ممكن كان يبقوا ثلاثه اربعه فطالما في 90 دقيقه مختلفه على هناك هو لازم يامن في بدايه المباراه عشان يشوف شكل الفرقه ايه لان كل هم يتاخروا عن تسجيل اهداف دي هتاثر على اللعيبه بتاعتهم هتخلي عندهم تسرع والتسرع يدي سربعة ويدي عدم تركيز وعدم التركيز يبقى ما فيش دقه يبقى ما فيش لا في دقه في التمرير ولا في دقه في الاستلام ولا كده هيخرجوا عن وعيهم في الحاله دي ممكن النادي الاهلي يقدر يغير من يعني من شكله يعني. اما بواليا لما نهاند بتقول يعني هل هو ممكن يلعب بيه؟ اكيد يلعب بيه لانه خلاص هو المشكله كانت عنده انه يجيب جول بالظبط يعني فتحت خلاص معاه اللي هو ليه شعبيه على فكره هناك صحيح طبعا يعني. وبعدين هو في افريقيا طبعا معروف ومشهور وهو اللعب ده اللي يجيد فيه والجو ده هو اللي يجيد فيه بالظبط فالصراعات دي هيقدر ان يقدر يؤدي فيها وبالشكل فعلا اللي يدوله ثقه اكتر ويكون حاجه يكون احد محرزي الاهداف ان شاء الله نتمنى ان شاء الله ده عندنا ثقه في والتر باليا اللاعب الاهلي عايز اروح مع حضرتك بقى الموضوع اعم شويه فريق الاهلي لو هتكلم عن الفريق دلوقتي مع حاله الاستقرار الى حد كبير اللي بقت متواجده في الفريق عن مقارنه بسنه فاتت او كمان يعني شهور قليله فاتت احنا بنتكلم كان في اضطرابات كان في اصابات كان في تغييرات في الجهاز الفني فده اثر اكيد كل الاشكال على الفريق دلوقتي وقبل كده حضرتك تقارن ازاي لا دلوقتي الفريق في حاله استقرار حاله ثبات في حالة نجاحات في حالة ان هو دلوقتي الاصابات ما بتأثرش دلوقتي وغياب احد اللاعبين او اثنين او ثلاثة لا تؤثر لان اصبح عندك بدائل مجموعة لعيبة يعني من 18 20 لاعب كلهم كفاءات واي واحد دلوقتي هو حافظ هينزل يعمل ايه ترس في آلة انت بتغير الترس الاله ماشي على طول وبتطلع قماش حلو المثل ده يعني ما يعني انها يعني انت بتغير الترس خلاص المكنه شغاله وبتطلع ايه بتطلع قماش بتطلع نجاحات اذا الفرقه دلوقتي اصبحت فيها يعني كانوا يتمنوا من زمان ان الفرقه تستقر كده في الشكل يعني احنا ابسط حاجه يعني نشوف وحيد لما نزل باك شمال ما تحسش ان ده معلول ولا ايمن اشرف اللي كان بيلعب والراجل ده بقاله كتير ما لعبش لكن لان كان طول المده التحفيظ او اللعيبه بتبقى عارفه انا لما انزل هادي الدور ده وهو كمان لما بيشرح في الملعب او بيشرح في الخطه او بيشرح في كده ما بيشرحش اللاعب واحد بس اللي بيلعب بيلعب لكل من يلعب في هذا المكان اما بيشرح لواحد في وسط الملعب مش بيشرح للاعب واحد هو بيشرح لكل من هيكون في المكان ده هيأدي الدور ده وبالتالي لما اللعيبه بتنزل اصبح ليه بيقول الكلام ده؟ لان عنده كل لعيبه عندهم هذه الكفاءه. الميزه كمان في لعيبه النادي الاهلي دلوقتي ان عندهم المهارات العاليه. معظم لعيبه النادي الاهلي المهاره ودي ميزه لازم نشعر بيها كابناء النادي الاهلي ومنتمين للنادي الاهلي. طالما زادت نسبة المهارات في الفرقة تعرف ان نسبة النجاحات هتكون متوفرة بس ده يرجع كمان يا كابتن فتحي يعني للمدير الفني، المدير الفني بيبقى ليه تأثير كبير جدا يعني يمكن احنا حللنا مع يعني ضيوفنا المختلفين اول ما باتشو موسيماني جه النادي الاهلي وتولى يعني المهام بتاعته فعلا احنا شفنا على ارض الواقع لعيبة لم تكن موفقة في السابق بدات ان هي تظهر ومنهم يمكن مجدي قفشه مش بقولش ان هو ما كانش موفق بس ظهر بشكل كمان. افضل بكتير كمان وايمن اشرف يعني عندنا لعيبه فعلا تحس ان هم وجدوا مكانهم بشكل اكبر السر ايه السر ايه بقى السر المهارات اللي هم بيتميزوا بيها سواء مجدي قفشه او ايمن اشرف دي النقطه اللي لما هي لما توظفت كمان طالما عن لعيب عنده مهاره سهل انك تتعامل معاه
لعيب بيعتمد على اللياقه البدنيه فقط ده ما تقدريش توظفيه كتير، يعني ما تقدريش تخليه يندمج في وسط المجموعه بسرعه. بس برضه موسيماني صبور بشكل ملحوظ، يعني هو هادي متأني وعارف قدرات كل لاعب، وحتى لو حد منهم كان غير موفق في مباراه او مباراتين مش معناه انه بيقفل صفحته، بالعكس بيتغير. لان هو حلله صح او درس اللاعب صح، عارف ان عنده امكانيات، هو كمدرب عارف بيحس بيها. المدرب طبعا بيعرف اللعيبه اللي قدامه، بيعرف اللعيب ده هل وقف الكره دي بالصدفه ولا يقدر يعملها مثلا خمس ست مرات. طبعا. شات الكره دي جت جول بالصدفه ولا يقدر يكررها. بس عنصر السن برضو كابتن فتحي، يعني انت عندك اجيال سابقه من 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 فريق النادي الاهلي بيدخلوا بطولات ويروحوا كاس عالم ويدخلوا على كاس امم افريقيه ويلعبوا بطولات، يعني عندهم احتكاك دولي وافريقي كبير. انت عندك في الجيل ده مش كلهم عندهم نفس الحنكه انجاز التعبير، مفيش الحنكه، لكن عندهم الطموح بقى انهم يعملوا اللي عملوه اللي قبلهم، يعني الاجيال السابقه يعملوها. بس الجيل لما كمان نزل متوسط اعمار الفرقه من سنتين كانت اعلى من دلوقتي. فمتوسط اعمار الفرقه لما بتنزل بتدي الحيويه اكتر. وبعدين لازم نعرف حاجه، او سر النادي الاهلي لو تشوف متوسط اعمار الفرقه دلوقتي 26 سنه. هتقول لي طب ايه يعني متوسط 26 سنه؟ لو جبنا كاس العالم، عملوا احصائيه هم الاتحاد الدولي وفي دراسات الاتحاد الدولي واحنا موجودين هناك، جبنا كاس العالم من 1990 في ايطاليا. وبعدين بعديها كانت في امريكا ثم فرنسا ثم المانيا. فرنسا ثم كوريا يابان ثم جينا المانيا ثم رحنا جنوب افريقيا ثم رحنا البرازيل، جبنا الفرق اللي بتكسب كاس العالم. متوسط اعمار الفرقه اللي خدت كاس العالم ايا كانت الفرقه مختلفه 26 سنه. نفس الرقم، هو نفس الرقم. اذا ال 26 سنه ده هو قمه النضج الكروي لفرقه تكون مكتمله، مش كلهم 26. يعني انا بقول متوسط 26 طبعًا. يعني هتلاقي فرقه في لعيبه فيها 28، في لعيبه 22 طبعا. وده هتلاقيه عندنا في النادي الاهلي، وهتلاقي لعيبه 30، وهتلاقي عندنا لعيبه 21. عندنا اعمار مختلفه، يعني سعد سمير 33، قفشه 25، يعني في كل الاعمار. وبعدين انزلي على اللي هم في المنتخب الاولمبي. وقفنا في الكلام قبل ما نروح يعني الى رساله تنزانيا عند تفصيله الاعمار ومتوسط الاعمار. انا عايز اسال حضرتك سؤال، لو افترضنا جدلا، انا مش بتكلم بقى دلوقتي على لا على النادي الاهلي ولا على سيمبا التنزاني، بتكلم على المبدا ذات نفسه. لما يكون عندك فريق اغلب العناصر اللي فيه عندهم خبرات سابقه متراكمه وعندهم الحنكه بتاعه التعامل مع فرق من مدارس كرويه مختلفه افريقيه واوروبيه الى اخره، في مقابل فريق ما عندوش نفس الحنكه ولا نفس الخبره، ولكن في المقابل عنده متوسط اعمار اصغر نسبيا وعنده مهارات فرديه عند كل اللعيبه، مين بيكون الاتقل عاده في الظروف اللي زي كده ولا سيما في بطولات افريقيه؟ طبعا اللي عنده خبرات هتكون لها ميزه. بس لازم نعرف ان النادي الاهلي ما بيبصش لتحت رجليه. لو فرقه واحده فيها كل الخبرات وفيها السن الكبير ده كله، اول ما الفرقه دي تبطل لازم هيقع النادي سنتين ثلاثه غير ما يلم نفسه يطلع. لكن الطريقه اللي فيها النادي الاهلي انا ما بلغيش الخبرات، في خبرات يعني في النضج، احنا قلنا في 28 29 سنه ده قمه الخبره طبعا، في 26 27 اللي هم النضج الكروي المظبوط، في ال 22 اللي هو في الحيويه. يبقى اذا الشباب الناس الكبار اللي هم عندهم 29 سنه مش هيجروا كتير لكن عندهم خبره كتيره، والصغيرين هيجروا كتير لكن ما عندهمش خبره كتير فيقدروا يعوضوا اللعيبه دي. دي نقطه مطمئنه بقى بالنسبه للنادي الاهلي وجماهيره. ايوه، فاذا مطمئن النادي الاهلي لانه بيمزج بين الكل. ليه؟ لما بتمزج بين الكل انت عندك التلات اجيال موجوده في فرقه واحده، مش جيل واحد. لو جيل واحد كله صغير يبقى خطر، ولو جيل واحد كله كبير برضه يبقى خطر. ده خطر هيقعد فتره عقبال ما يبقى جاهز طبعا. وده خطر انه لما هيقعد سنتين ويقع. لكن انت كده ده من ضامن على الاستمراريه، واحنا خدنا الخط ده بقى في الاستمراريه، لان برضو بعد جيل يعني المجموعه الاولانيه بركات والناس دي كلها، كل ده فضيت الساحه شويه واللعيبه قلوا شويه لغايه ما احنا دعمنا الفرقه وظبطت تمام، وبقت دلوقتي
قادرة على الاستمرارية وضمان للنجاحات في المستقبل إن شاء الله. طيب جميل جدا، خليني أروح بقى مع نقطة شريف قالها، يعني هو اتكلم في كذا حاجة مهمة، ولكن فكرة هنا ان احنا نتكلم عن نادي الاهلي خارج من يعني بطولة ورا بطولة ورا بطولة ورا ماتش، اثر برضو مشاركتنا في المونديال عالم للاندية ان احنا عندنا خرجنا باصابات الى حد ما، فبرضو ده حضرتك بتشوفه ازاي مدى تأثيره على الماتشات اللي جاي؟ احنا لسه عندنا ماتشات كتيرة جدا. لا ما الاصابات دي ما حدش هيقدر يمنعها، لان في اصابات قدرية طبعا، وفي اصابات انها مش يعني بان اللاعب مش مهتم او التدريب فيه حاجه غلط، كل اصابات النادي الاهلي كلها اصابات قدريه، ما هياش اصابات نتيجه خلل في الاعداد البدني للفرقه او اعداد اللاعب نفسه او السلوكيات اللاعب، ما دي كلها بتجيب الاصابات. ولكن انا شايف ان الاصابات دي يعني طبيعي بتحصل في كل فرق، اهم حاجه يكون عندك البديل الكفء اللي ما يحسسكيش ان انت يعني في اصابات. احنا لعبنا المريخ وعندنا لعيبه اساسيين كانوا بيلعبوا في كاس العالم ما لهمش جنبنا، لكن الفرقه ادت ونجحت. وكان كهربا وحسين الشحات يعني كان كهربا وكان حسين الشحات وليد سليمان بمدورة علي معلول كل دوت ما لعبوش وايمن اشرف برضو ما لعبش المباراه دي، يعني اذا 4-5 ما لعبوش. طب 4-5 لو في فرقه ما فيهاش البدائل اللي هي مؤثره والبدائل اللي هي في مستوى اللي بيلعبوا، اذا المجموعه لما قلناها في الاول في اول استوديو ان اول عندنا من 18 ل 20 لاعب كله مستوى واحد. احنا فكره بس في الكامباك، ان انا لما عايز بقى اللعيبه بتوعي يرجعوا، لان للاسف كمان هم ما عندهمش فتره او رفاهيه المده، لان احنا ماتش ورا ماتش. ما هو ده عشان الدوري وبقالنا كتير على ده الحال، يعني طلعنا من دوري على كاس على مشوار افريقيا على مونديال كاس العالم للانديه بالزبط. وبالمناسبه يعني على ذكر الكامباك بقى، فكره العوده ان شاء الله باذن الله، العوده بعد انتصار ربنا يصلح الحال ان شاء الله. فكره ان الاهلي ليه ثلاث مؤجلات، ليه ثلاث مباريات مؤجله، لو فاز فيهم ان شاء الله هيكون هو المتصدر الدوري بفارق تقريبا نقطه واحده عن الزمالك. برضو دي من ضمن الحاجات اللي ممكن يبقى يعني اكيد موسيماني حاططها في الاعتبار، فكره الروتيشن، فكره ان هو يحافظ على عناصر معينه تهمه اكتر في مباريات افريقيا عن المباريات المحليه، يعني النوع ده من الافكار لازم يكون خطر له على باله ولا ايه؟ اكيد اكيد هو بيفكر في كل ده، واي مدير فني بيفكر في كل ده، هو بيفكر في قوام اللعيبه اللي عنده. وبعدين ما ننساش حاجه، احنا عندنا في عدو شرس وعدو ما بيرحمش، الكورونا. الكورونا ممكن يحرمك من لعيبه في اي لحظه، ما تضمنيش. وحصلت قبل كده يعني طبعا. وكان لها دور، فيعني هي قطر ما حصلتش في الدوحه هناك لان كان فيه القاعه مظبوطه، ف 100 100. هنا ما تقدريش تظبطيها 100 100 لان اللعيبه بتروح برضو ليهم اهالي وجيران واصدقاء، بتروح لبيوتها طبعا. في جيران في اصدقاء، في بيمشي في العربيه طبعا. بيمشي في الشارع، فهنا ما تقدريش تضمنيها، فده برضو عدو شرس يعني ضد نجاح اي فرقه. لكن برضو كل ما كان عندك العناصر المتميزه والقادره على يعني فعل الاداء العالي لاي فرقه، والنادي الاهلي الحمد لله بيتمتع باي شكل من الاشكال ان احنا مش هنتكلم دلوقتي. حضرتك نورتنا كان النادي الاهلي والفريق وساعدنا جدا بحضرتك معانا، وان شاء يعني الله نتائج وحضرتك امام بطل تنزانيا، لا سيما ان قدر ان شاء الله باذن الله كريم، باذن الله نهاون باذن الله، وتكون بشرة خير يا رب. واحنا في يوم الشمس سطعنا في القاهره والنيل حلو، وانتم كمان كل وشكم حلو علينا باذن الله. يا رب يخليك. سعداء بيك يعني بجد يا كابتن، ومبسوطه حضرتك في بدايه الفقره قال لي ان حضرتك بتتابعنا على طول، صح كده؟ طبعا شرف لينا يا كابتن. طبعا ان شاء الله تبقى مباراه قويه وتوقعات، احنا هنعمل التوقعات بكره بلاش النهارده. بس انا توقعت المريخ السوداني والاهلي صح، انا قلت 3-0 للاهلي، بكره بقى نقول التوقعات ان شاء الله. بس النهارده كده الحلقه خلصت، فنشوفكم انا وكريم باذن الله بكره 10 الصبح في الاهلي.